In this lesson we have four sounds أربع أصوات للحروف The first sound أول صوت عندنا صوت حرف W هو هو و Okay the sound is و, و و و Like the word Wolf و و Wolf 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 Wolf, wolf. The Wolf The second sound الصوت الثاني كس كس اسمه إكس لكن الصوت كس 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 رايت كس أتخيل نفسي وكأني آخذ أشعة بكاميرا معينة أوكي رايت لايك ذا وورد فوكس 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 The third sound الصوت الثالث يا 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 صوت حرف الواي كيف صوته يا 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 أتخيل نفسي وكأني right. آكل علبة من من علبة الزبادي رايت يا 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 Like the word yard. يارد yard, ي yard. yard The fourth sound الصوت الرابع عندنا والصوت الأخير is the sound of the letter Z or Z اسمه Z لكن كيف صوته Z Right? زززز. Like the word, مثل كلمه zebra. 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 Okay? Zebra.